الاهداف المدفعه على بركه الله، جهه اقراص الاربع سنوات فاكثر في تحدي السرعه مسافه ال 1200 متر للفوز بهذا الشوط. هنا السرعه تبدا مع فيرست لاين اللي سيذهب الى السياج في هذه الاثناء كما اعتدت، ونجم المضمار مع سياف في المركزين الثاني والثالث، وظهور ومحاولات قدوم بسول للمرتبه الرابعه، ومحاولات دوسيت المرتبه الخامسه، وقدوم للوشمي المرتبه السادسه، ساطي الميدان المرتبه السابعه، الثامنه لحلمي. هنا التنافس فيرست لاين يذهب الى السياج الداخلي متقدما بطول وربع الطول، اجتياز علامة 600، وفيرست لاين في الصدارة يذهب لكسر حاجز المركز الثاني في آخر ظهور. هنا صياف في أول ظهور، في المرتبة الثانية بسول، هنا تنافس السرعة في ال 400 متر يشتد مشاهدينا متابعينا الكرام. فيرست لاين لا زال ممسكا بالصدارة، هنا استحداث نايف، هنا بسول أليكسيس مورينو، استحداث للصراع الذي نشهده الآن بدخول المرشح بسول مع فيرست لاين، المرشحان الآن في الصدارة في المرتبة الأولى فيرست لاين وبسول في المرتبة الثانية. هل يواصل فيرست لاين؟ ابن يولاين يواصل يواصل، إذا فيرست لاين بطلا لهذا الشوط. إذا مشاهدينا الكرام، فيرست لاين يكسر حاجز المركز الثاني في سباقه الماضي ويعود للانتصارات بعد أن غاب في السباقات الماضية، يحقق انتصار جديد في سجل السباق والانتصار الرابع بن يولاين ولوم أميرة الإحساس. فيرست لاين المصنف 87